في مشهد إنساني فريد من نوعه يتكرر 4 مرات في اليوم ولسنة الرابعة على التوالي، يحمل عمي الطيب ابنه أحمد من ذوي الهمم على كتفيه قاطعا مسافة طويلة مشيا على الأقدام، انطلاقا من منزلهم بدوار ولاد بن علي إلى المدرسة الابتدائية محمد ريس وسط مدينة جليدة بولاية عين الدفلة. هذه عاطفة الأبوة، يعني كما مادام وليدك ما تقدر تسمح به، لازم تتمحن عليه ولا تصبر عليه ولازم يعني تكافح عليه بأي كما يقول لك، ولو كما يقول لك بأقصى الطرق. هذه يومياتي، يعني كما يقول لك كما السنوات الفارطة، يعني كل ما يكون دخول المدرسة يعني نرفدو كما تشوف نديه نجيبو من الدار نمشي زيد كما غريح شوية ولعاد نرفدو كما يقول لك نديه حتى بعدين 4 مرات نديه ونقلبو للدار. ولا إنسان معدوم، عندي حتى دخل ما عندي حتى أي مدخول، يعني بطال. وعندي كيما 5 دراري كيما يقول لك يعني نخدم عليهم. في رحلة الذهاب أو العودة من المدرسة تخور قوى الوالد فيبحث عن مكان في الطريق للجلوس. كيما يقول نديه وكيما يقول نمشي وما الريح نهضهم بعد نعاود نرفدهم بعد كيما يقول لك تكمل عام الدراسة تاعه. هذا دوار ولاد بن علي خارج المدينة تقريبا 1 كيلو أو 2 كيلو، يعني تقريبا نقولوا ما قد تقاري فيه. كنا عيان عاود كيما نقول لك الريح شويه وبعد نعاود نرفدو حتى نلحقوا للمدرسه. هذه كانت 4 سنين هذه عانيت بها يعني معاناه كبيره. نقول لك يعني عندي عله صحيه من 25 سنه وانا نعاني منها، يعني لو كيما نقول لك يعني ما نقدرش نوصف لك الالم اللي نحسهم بها. كيما عرب هذيك اللي عندها الثروات يعني تاع ذوي الاحتياج الخاصه، يعني ما نقدر نديه ونجيبه، يعني تكون الشتاء ولا تكون يعني كيما نقول لك يعني ما يقدرش كيما يقول حبيبي باش نديها انا عربه تاع متحركه ولا علاه، ولا ما كاش حتى عربه متحركه مع كيما يقول لك كهربائيه ومعليش. المهم يعني كيما يقول لك نقصوا لي هذا العذاب. كل ما ضحكا ونولي خطا ظهري ضبني خطا كراعي ضبوني كما راه كيفاه. نحاول استثنى على ذيك الاخ هذيك العربه ذيك اللي عندها في الثروات، وبابا ثم عنده خدمة ما عنده والو، وإن شاء الله ربي يطول في عمره. وزاد هو ثان مريض مش صحيح. الآب تاعي قبل سنين هو يديني نحاول نوجه لي كلمة نبغيه. ليبقى الأب جبل من العطاء الصامت في انتظار تلبية المطالب البسيطة لهذا الوالد المكافح من أجل تدريس ابنه.